سلام البنات، غتقولي عاوتاني لابسه نفس الفورة ديال داك النهار ولبس اللبسه ولبس الجلسه وهذا الشيء علاش وكيفاش؟ غنقول لكم غير حيت كان عندي واحد الفيديو مسجل، ونفس النهار اللي درت هذا الفيديو هذا ديال المشتريات هو نفس النهار فاش غندير لكم المقدمه ان شاء الله والخاتمه ديال واحد الفيديو واحد اخر. حيتاش لبست علاش لا من حيت بقى ليا والو، مبقى ليا والو فواحد لافيديو، فواحد لافيديو غنحط هذا لافيديو هذا اللي غنحط لكم، مبقى ليا والو فيه من غير هذه المقدمه والخاتمه. مشينا للحمام تحمحمنا انا ورزان الوالده، تحمحمنا تحمحمام داك الشيء. رزان عجبها الحال حيت اول مره صراحه رزان غتدخل الحمام المغربي وتشوف هذاك الشيء اللي التقاليد المغربيه ديالنا، راكم عارفين الحمام الشعبي كيدخلوا الناس بلا ما نهضر. تعجبات رزان قالت لي كيفاش، قلت لها هادشي اللي كاين و ما عرفتش ما نقول ليها شنو نقول ليها. صافي مشيت داك النهار، نهار الغد اللي مشيت تقديت داكشي اللي تيعجبني صراحه. الفيديو اللي درت عجبني بزاف، تقدي داكشي اللي واخا ما قدرتش نصور بزاف، راكم عارفين السوق كنخاف على التليفون كنصور غير شي حاجه شي حاجه. وسبحان الله الغد ليه جايين عندنا العائله باش يقولوا على السلامه، تيجاو عندنا على غفله قلنا على السلامه وشكرا الطعام مجموعين. كنا دايرين حنا غير الغدا ديالنا وجاو عندنا وشركنا الطعام الحمد لله. اهم حاجه هي العائله تجمع بدون سابق انذار، هادشي اللي زوين في المغرب ديالنا هو الناس ملي كتجي عندك بدون سابق انذار وكتلقاك داكشي اللي كتكونوا دايرين كتشاركوه، يعني ما كيكونش كيكونش داكشي كتوجدوا ليه من قبل ولا كيجي داكشي زوين وحلو، يعني كتكونوا كتشاركوا الطعام بمعنى الكلمه، كتشاركوا الملح. هذاك هو الشيء اللي كيعجبني انا بزاف، فاش ما كتكونش منظم الحاجه، الحاجه فاش كتنظم ليها راه ما كتصدقش، الحاجه فاش كتكون سبونطاني يعني جات هكايا عفويه هي الحاجه الحمد لله اللي كتصدق وكتجي زوينه. كيف ما هذا الفيديو هذا جاو عندنا الحمد لله، كلينا شربنا وبسلامه بسلامه وهذا الشيء اللي كاين. وصراحه العائله اللي جات عندي ما بعيداش، هي ساكنه غير حدانا، داكشي عادي ديال ولاد الشعب ديال الناس تاع الشعب هذا الشيء اللي كاين. خليكم على فيديو باش ما نطولش عليكم بزاف. رزا وير ار وي جوين؟ نغو حمام. ايه انا وصلت دابا الليسي فين قريت الثانويه، فاش قريت السانكيام والسيزيام والباك. سعاده فين قريت؟ انا فين دوزت 15 عام 16 عام 17 عام 18 عام. هاد الطريق هادي كنت كنضربها كلها من الدار ديال جده حتى الليسي. ايوا الحمام راه كاين غير هنا نيت، هو الحمام كاين غير فهاد النواحي عندنا. يلا رزان اي صافي عندنا غير تما وين السويكات. رزان بصح الحمام صوبت الزيف بوحدها، صوبت لها الزيف بلا وحيدتو، قلت لها الا ما شري الا ما درتيش الزيف وخرجتي من الحمام ما غنشريش لك الشيبس. مشات دارت ليه بحال هكا، وريهم وريهم العكسه وريهم. شوف 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 دوري 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 شوف انا رزان ام روبا. صحتنا الحمام، يلا جينا من الحمام خرجنا تظلم الحال. صح الحمام رزان ما كتبانش كاع، امي خرجت كحله من الحمام. كاين الا كرا الرايب. شكرا. ها انتم الرايب ديال محلبه. محلبه عادي جدا هكا محمد. هكا محمد مريندينا الرايب بالسيرو على الكلام. بلاد البلاد ولا بلاد الدم. شكون كيعجبو يمشي الحمام ويشرب الحليب والسيرو ولا الرايب والسيرو؟ بعد بعد شويه كنيبقى
يا الفريز يلا عطيني دير باش يسوي واحد طاح على جوج مكبرات والمراه هديك جوج خرشوفات والخرشوف وشي هربان لكن هنا علاش قلت لها عليهم قلت لهم البارح الدار انا كان هنايا نقعد انا في هذا الحفره ونخلي ما يزيد يكملوا داك الشيء. لا واحد المصنع فين ودار هادي ما حاراش حاره هادي قطع شي وحده هادي اي قطع شي وحده وشوفها ابس والله حاره ولكن هادي الموت الكحله هاديك راه هي هادي معروفه شحال بيت بلدي ودير لي شي 10 جداد عطيت لخويا الهديه والفلوس عطيتهم لي كل مازال ما تديش عليا عطيني الشحمه تكون مزيانه ما تكون غليظه فوالا شحال قلتي امي هادشي كامل شحال قلتي باش تقضي هادشي كله 12 في اليوم صافي لا جبتو غير ب 8000 ريال شفت الخرشوف الخرشوف حسبوا لي ب 120 ريال الربطه غاليه بطاطا حسبها لي ب 4 دراهم الكيلو فيها 4 كيلو بصله حسبها لي ب 5 دراهم فيها 4 كيلو الخيزو حسبوا لي ب 4 دراهم حتى هو فيه 4 كيلو الكورجيت ما عقلتش شحال قال لي الجلبانه 20 في كدير وكثر ما عقلتش ماطيش 100 ريال 3 كيلو تما الدجاج حسبوا لي ب 15 درهم الكيلو وجبت فيه ثلاثه دجاجات كل دجاجه فيها تقريبا كيلو ونص الحامض 120 140 ريال 140 ريال الكيلو ياك حتى هو 140 واللوبيا 240 اللوبيا الخضراء العاديه ديك اللي كنديروا في مع اللحم هاد الفلفله دايره هادي دايره 300 ريال ياك يقولوا المصريين فرصوا ديالو تيقولوا ليها ما عرفتش كيقولوا ليها الفريزه قالت لك هاد الفلفل ديال الفريزه تيقول لها الجلبانه 200 وشي حاجه ما عقلتش 260 الفريز ب 300 ريال الكيلو الباربه ب 4 دراهم الكيلو الدجاج ب 300 ريال الكيلو كل ثلاثه دجاجات ب 1300 الدواره حسب ليا ديال الغنمي حسب ليا الكيلو فيها الكبده والريه بلاتي لا غير ماركه وحده حسب لي الكبده والريه والقلب وداك الشيء المهم اللي كتكون معلقه ب 60 درهم الكيلو يعني وحده فيها جوج كيلو يعني 2400 وبالشحمه ديالها وكل شيء والتقليه حسبها لي ب 500 ريال الكيلو عطاني فيها تقريبا كيلو كيلو 350 غرام ب 700 ريال يعني كل شيء هذا المكدبه هذه اللي فيها الدواره والتقليه 3100 ريال 3100 ريال كل شيء في المجموع بالكروسه السيد اللي دورت معاه وداك الشيء كلشي مجموع هو كلشي انا كنحط عطيت السيد اللي هز لي عطيت ليه 15 درهم 300 ريال ما شاء الله عليك مبارك الله عليك شنو درت واحد في هنا في هذا السوق اه شفتو عليك بحال هذه صغيره بصح والله العظيم كلشي قدو 140 ايوا داكشي علاش زين راه ما كتاخذش حتى البطاطا ايوا هادشي البنات طواره الدجاجه الخضره اللي شفتو كلشي ب 8000 ريال 400 درهم التدويره ديال داك السيد اللي هز معايا ومازال دورت مع جوج دراري في السوق جاو كيقولوا لي عافاك اختي شري لينا كوكاكولا دورت معاهم قلت لهم يلاه سيرو نسيت واحد الحاجه البيض بلدي جوج دراهم البيضه وماليزيا رخيص فيها يا امي البيض بلدي رخيص رخيص لا هو بالله قدمنا رسول الله هذه اختي كتشوي لينا قطعتي الكبده قلت لكم خواتاتي كيشوي بغيت نقول لها اختي امي كيشوي خواتاتي كيشوي اختي امي كيشوي لينا يلا جات من كازا
اجي فاطمه اجي حدا ماماك اجي اجينا 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 اجي حدا ماماك من هاد الجهه سيري عندك الفخر اجي اجي نوريك اجي بنتي اجي فاطمه الزهراء زوينه نشوف امي كي جاك الفولاد هاي 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 كتشبه لي امي ياك اختي ماليزيه قالت لينا انا هي الماليزيه فيكم مرحبا بك الله يبارك فيك السلام عليكم متابعين ديال سكينه لاباس بخير ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير داك النهار شفتوها غير على غفله جيت عليها على غفله باق دايره غير الشده ديال الدار كاين مشكل الام المغربيه وداك الشيء مغربي ما زدنا ما نقصنا الحمد لله الله يخلينا بصباطنا هما شهيناكم بغات مرقة وبغات سميتو وبغات الكوكا كولا كل ما كاينه والله ما تاكل شويه الا كثير هذيك المرقة شويه سلامة باي باي بالصحة والراحة شكرا الله يعاونك نروحو ان شاء الله نشوفو الميز جداد واخا الله يعطيك الخير جي لابسة غدا ان شاء الله جي لابسة غدا غنجيب الميز جداد ان شاء الله شوفي يلاه سينا راه دات التقضية ديالها شكرا دابا اتصلو الزيف ان شاء الله العقوبة لكاع البنات وان شاء الله المرة جيبي النقابات ان شاء الله انتي بغيتي ديري النقاب ان شاء الله صافي سنة بغات دير النقاب حتى تزوجي وديري النقاب واش ضروري نتزوج شنو الفرق بين لا تزوجتي ولا تزوجتي يا سلامة سلامة المهم كيف شفتوا لا فيديو كيفاش دازت داكشي داش زوين خفيف ظريف المهم كندير لكم لقطات وصافي من لا فيديو داكشي المهم انا البنات قالوا لي بزاف شاركي معنا اي حاجة درتيها فلوغات المهم دابا راه استغلي الفرصة راكي في المغرب صوري لنا داكشي الزوين في المغرب خصوصا اكادير حتى غنصور لكم داكشي الزوين في اكادير وهادشي اللي خدامة كندير لكم ما تقولوش لي علاش كتصوري هكا ولا تصوري هكا انتوما اللي قلتوا لي صوروا لي اي حاجه انا دابا كنصور لكم اي حاجه ما كنخبي لكم والو ايوا المهم نتمنى ان لا فيديو ديال النهار تعجبكم والى اللقاء وفرجه ممتعه وبسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله باي باي